نعلم من خلال قوانين الهندسة الوراثية أن كل مخلوق يتميز بعدد الكروموزومات أو الصبغيات، هي التي تحدد هذا الكائن وصفات هذا الكائن. عالم النحل يميزه العدد 16، فأنثى النحل تحوي 16 كروموسوم زوجي، وذكر النحل يحوي 16 كروموسوم عادي. سبحان الله، في القرآن الكريم الله أنزل سورة النحل، أين وضعها؟ إذا رجعنا إلى القرآن نجد أن سورة النحل رقمها في القرآن 16، ونجد أن عدد آياتها أيضا 128 مضاعفات 16، وعدد حروفها مضاعفات العدد 16. ونقول أخيرا سبحان الله.